السلام عليكم يا شباب، هذه قناتي الثانية، أبى أحط لكم رابطها في حق الوصف. هذه اختصاص طيور الزينة، بس طيور الزينة اللي يبغى يتابعنا ونتشرف به يسوي اشتراك ويعطينا لايكات، عشان بس شو اسمه اللي بيتابع طيور الزينة. طبعا هذا إعلان لقناتي الثانية حقت طيور الزينة فقط، ما فيها إلا العصافير وما العصافير وكذا بس. وتوحن فاتحينها جديدة، ونواكم تكسرون الاشتراكات واللايكات، والسلام عليكم. السلام عليكم، اليوم مقطع ثاني عن الحمام، سواليف عن الحمام. جتني بعض الأسئلة بعد ما حطيت حق الدجاج عن عدم التفريخ، بنحط على الحمام سبب عدم التفريخ. هي نفس أسباب الدجاج، هي نفس الأسباب، ولكن في أسباب ثانية أبى أقولها. أحيانا يكون فيه جردي، أحيانا يكون فيه جردي متوزي في العشة أو في الصندوق أو قريب من الصندوق له مدخل. طبعا المدخل أنت لا يمكن تشوف الجردي يدخل مع أي مكان ويرجع على الجدران الأملس. على ذلك الجردي اختصاصه طبعا هو يعض الحمام وكذا، ولكن هو ذكي، أول ما يجي على العشش يدور البيض يأكله ويكتفي بهذه، خلاص يدلي بس يتعشى بيض ويتغدى بيض بس يكفي. في حال خلصت البيوض كلها يبدأ بالفراخة لو حصل فراخات، في حال أنه ما حصل لا فراخات ولا بيوض يبدأ بالكبار. وش يسوي؟ إذا اللي يصطادهن تحت عند الموية يتوزع قريب من الموية، وأي واحدة تحول تشرب موية بينقز عليها، بيعضها وبيقطع منها الحمى ويخليها ويقعد يأكل في الحمى هذه. ثم بعد شوي يرجع يكمل ربع، يمكن مما يمكن ما يأكل الحمامة كاملة، يأكل نصفها يخليها لك، ثم ينوم تحت الموية. ونفس الحركة كل ما يجوع يسوي نفس الحركة مع حمامة جديدة، يعني يقدر يلعب في الحمام في ثواني، لأنه بعد يسويها على الأقفاص، يسويها على كل مكان. وطبعا إذا اعتنينا احنا بحمامنا اعتناء كامل أو طيورنا، ترى المبلغ اللي احنا نحطه في تنويع الأكل أو في الأدوية تطلعه أنت من الإنتاج. يعني أنت إذا طلعت الإنتاج ممكن انك مثلا عندك 10 اجواز، 5 اجواز كل مره تخلي مثلا عندك 10 اجواز، عيال 5 اجواز اللي يطلعون الاولين تبيعهم تجيبهم العلاجات والاشغال وهذه. بعد شو اسمها بعد فتره تاخذ الخمسه الثانيه حقات الثانيات وتبيعهم وتجيب لك الاكل وما الاكل وكذا، ثم من بعدها تطمر هذولي وتاخذ من هذولي، يعني تقسمهم على 5 5. كل مثلا وقت، طبعا العلاجات هي بتصير مره واحده، يمكن في 3 سنين تقريبا، مره واحده في 3 سنين زيي تقريبا انا. ولكن يبدا الاكل يصير كل ما اخذت لك 3 شهور 4 شهور تاخذ لك من انتاج 5 وتبيع انت تجيب هنا اكل. ونفس الحكايه في الجهه الثانيه، اذا اخذت لك 5 شهور 6 شهور تاخذ من الثانيه، يصير عندك حمام ويتكاثر حمامك وانت تنتج من نفس طريقتك. يعني يكون منه فيه انا نفس طريقتي، ولكن انا يعني من باب الامانه الحمام ما جبتهم الا قريب وما سويت ذا الحركه. كان عندي الانتاج الاول وحطيته مع هذولي، ما كان عندي في الاول قديم قبل السنه وزود، ما كان عندي الا جوزين. طبعا انا ربيت حمام في السنوات الماضيه، يعني ممكن 9 سنين قبل، 10 سنين قبل ما اذكر بالضبط، ولكن كتربيه الجديده هذه بش اسمه ربيت يعني قريب هذولي، وانتم شفتوني وانا اركب العشه. ولكن انا اخذ من انتاج شو اسمه طيور الحب، بتطلع لي انتاجها حلو، بتطلع لي يمكن في الشهر 500 600. والكروان نفس الشيء بيطلع لي يمكن في تقريبا كل شهرين 3 يطلع لي 4000 5000. والزيبرا يعني مقارب. على ذلك انا اجمع الفلوس لهم وحاط لهم عامل ينظفهم، وزي طبعا العامل هذا سواق ولكن زايده عشان بس يزين هذولي.
طبعا هو سواق عندنا، ولكن بس انا زايد عشان يزين. طبعا كل اسبوعين اسبوع كذا اخليه يروح يكنس وينظف ويربط في الشبوك يشيل ويحط، وبالطريقه هذه انا ماشي بحيث ان طيورك تزداد واقتصادك يزداد وما تدفع شيء من جيبك. صح، في الشهور، في الايام الاولى والشهور الاولى بتدفع من جيبك لازم. لان هي اصلا فيها مرابح كبيره، لو ما فيها مرابح كبيره ما شفت شركات تبيع الحمام وتربي الحمام وكذا. ولكن احنا عشان عندنا قل الامكانيات، مثلا صغر المكان، ما عندنا شو اسمه الوقت، ولا عندنا يعني في الاشغال هذه، وما عندنا استطاعه نفتح شركات بالطريقه هذه في الطيور، او ما عندنا خبره كتصريف الطيور الاعداد الكبيره او يعني. ومن كذا وش نسوي احنا؟ نحط لنا شوي بحيث ان نحسب كم يتدخلنا غير حق اكله وحق شربه. احنا ما نبغى ولا ريال، احنا نبغى المتعه بس، لان عددنا بسيط يعني ما جاي يعني في فوائد، نبغى بس حق المتعه يعني نعطيهم ويفرخون منهم وفيهم بس. واذا زاد معك شيء تاخذه ما عندك مشكله، يعني ما هو حرام ولا شيء، بس تجمع لهم رصيد علشان ما تصير تدفع لهم، يصير عندك الحمام مجاني معلق كل شيء.